أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا درس رابردودا وقت بانجو فريانا كوتين بحثي تمستاوكين استي بحثي تمستاو دكينو بزانم لمستثناشا چند دتوانين بروين بلا. ولا بد، بسم الله الرحمن الرحيم، للتمييز، ولا بد للتمييز من عامل يعمل فيه، وهو إما فعل نحو طاب، وإما اسم نحو عشرون. والتمييز لا يتقدم على عامله، على عامله، عامله الاسم، آوى على عامله لا يتقدم، والتمييز لا يتقدم على عامله الاسمي، سنك ببيت صفة وعامل بالاتفاق، لضعف الاسم في العمل. فلا يقال الدرهما عشرون، وفي تقديمه على عامله، عامله الفعل خلاف، فبعضهم جوزه لقوة الفعل في العمل متمسكا بقول الشاعر: أتهجر ليلى بالفراق حبيبها، وما كاد نفسا بالفراق تطيب. على بيويست بو تميس، يعني رجا شعرني التميس ده عاملي ببيت، وكو هر معمولك لبقيي معمولات عاملي هي تميزش قربان عاملي هي كعملي تياتيا دكات ذا أمزا أو كعملي تيلا دكات أو عاملة. إما فعل يا فعل ده بدو كطابة تقولي كلمة مثال كده ذكر بانكر، يا اسم ده بيكو عشرونا كتمان بنوني شي شي به جمع أو تامة يستل ركان ده عمل دكا لاسم نكيرة كده اسم نكيرة كما صبك جدوى أود فرمي أو قاعدة عامة أم جا قاعدة إيش كبان كده فرمي تمييز. أحيانا أجر عاملك اسم بو أو اتفاق كلمة هي لبين علماء دا ناتوان بسر عاملك دا كاسم بيت بيشبكت باش بو بدليل أو لضعف الاسم في العمل، بدليل أو اسم لعمل كردن دا ضعفه، أو قوتيك وفعل لعمل كردن دا هي قطعا اسميتي هر بو دليلة لا لا أوداك تميزك بيتسر بيج اسمك وكعمل لا تميزك دادك أو اشتكي ضعيفة. بس فلا يقال درهما عشرون أو غلط بوتونك عشرون ضعيفة استش درهما بيج شبك قدرتي في ناشكي لبيج خويوتيا منصوبك بلام. وفي تقديمه على عامله الفعل خلافون، لپیش کوتنی تمیز بسر عاملی خویده کفعل بیت اختلاف هست. فبعضهم جوزه لقوة الفعل في العمل، هندگ لعلماء اجازه پیددن بدلیل او کفعل قوی لعمل ده و دشتوانه کواتب که پیش بکوی. شارح لیر دا رحمه الله بمشاره مثال دینه توا كهندق لعلماء دلن أبشار مصنوعة حلب استراوة دروس كراوة باية وأساسي كينية ولبنارات أشتك غلط. ما نشارك دل آية أتهجر ليلى بالفراق حبيبها، آل لا خانم هجراني دبيت بفراق لخوش يبسكي خوي. وما كاد نفسا بالفراق تطيب، وهج نفسك في خوشنية بجابونه، أي شون ليلى خانم جابته لندى. فإن نفسا قد تقدم على تطيب، نفسا بسر تطيب داك عامل كيتي بشكوتو. وليرا كان دا ام پیشکوتنه علماء برکیان اجازه هم پیداوه تا
تهجر ليلى، ليلى دبيت فاعلي تهجر حبيبه ومفعول لك هكا كاد فعلك الافعال مقارب وفعل في الناقصه لا واقع لا يكون فعل ناقص سواء اسمك يا مستتره زوجتك بالفراق او متعلقه بتطيب و بيش كنت بعيد نفس التميزه تطيب خبري كاده شاولي بلان أم قصيد دروس هو المختار عدم الجوازي مختار قصي بصند لنا علماء دا أو لكات يقدر كعاملي تميز فعل جبه درزني بيش كيوت بو شكرا لأن الفعل وإن كان قويا في العمل بلا فعل لعمل كدن دا قوية بلا زوري أشكت بلا هزي هي لعمل كدن دا لكن المانع من التقديم عليه موجود بلا مانع لپیش کوتنی تمیزه که بسر عامل فعلکی خویده هر هیا مانع هیا و هو مانع که چیه ان تمیزه فی الحقیقتی فعلون کما ذکرناهو تمیز لبن رتا فاعل و که ما بحث من لکرد دیول فاعل لا تقدمو على الفعل فاعل پیش فعلنا کرد یعنی تمیز فاعلی متکلمه که یا فاعلي متكلمة كلا معنى دعينا أنها منظوري فاعلي نحويني كمرفوع شون كأقرأ هو به ده بين مرفوع بيه منصوب نبوي بلان فاعلي معنوي لواقع ده شون كتميزة كان هكتي فعلي متكلمة كده كفعلي متكلمة كبه إلا واقع ده فاعلة شون أو كارك دكات لواقع ده أي أم شارس لذا كده لو الجواب عن البيت أن الرواية الفصيحة فصيحة وما كاد نفسي مثل او كاتك او بيت وهر هيك تاب و حجدنيا او على ان نفسي او كات اعواد بيت اسمي كاد بيت وتطيب خبره اتنال اسمك يا مستتر او كات ضلين نفسي اسمي كاد بيت تطيب خبرك كذا بيت فاذا فلم تيلش اكو عزم كذا برق العلماء دان بمشي على دانا هنا اتت فيما نخرج فيما نخرج بيت زدتك او بحثي تميزو بحثي حالكرا اسمع وتبصي تبصي مستثنى قال والمستثنى بإلا بعد كلام موجب نحو جاءني القوم إلا زيدا وبعد كلام غير موجب نحو ما جاءني أحد إلا زيدا وقعا أم بحث مستثنى جرانا ودشم هبب لشوينيكا استيك بقرم له قادة چونکە فەسڵەکە زۆرە واقعەن تاو نابێتەوە بەڵێت بەڵێت دێمە خوارەوە بزانین داخۆ دەگەینە چوو ئینشاءڵڵا ئێمە باسی منسوبات دەکەین لە منسوباتیشا باسی ملحق بە مەفاعیل دەکەین ئەوانەی کە زەمیمەی مەفعولن وەک مەفعول منسوبن ملحق بە ئەسڵ یعنی ئەسڵ لە منسوباتە مەفعولەکان ئەما ملحقن بە مەفعولەکان ئەمان ئەسڵ نین مستەسنا بە ئیلا یعنی داخڵی منسوباتە جاء علماء عادتيا وقت بحثي اسمك كان لمرفوعاتها لمنصوباتها أجل أحيانا الريو جهتي كي بيت هذا أول ذكر ذاك يعني ناهي الله عنه وشوين تشكا أمج لي ردا دقيقا هلو كاردك بات وجوب اختصار كتابك ديني لي ركان دا بحثك ديني تسر وآخري دقريو إتت هذا بحثي بلين مستثنانات وفيرش علم كبيدو على مستثنان بإلا لدوا كلامي موجب كلامي موجب يعني كلامك هو مثبت به ولا مثالك شاكد دك تام كلامي تام موجب كلامي تام موجب من بحث مستثنى بجمان يشك لبحث جران كان نحو كلامي تام موجب مستثنى لوا منصوبه بإلا كلامي تام اويا الذكر مستثنى منه ككلابيت وكل مثالك دا قوم كفاعل مستثنى منه بو چون كزي لو استثناء ذكرت زور باشا او كاتا لخزمة عارس كم مستثنى كشمان مثبتة واتا اداتي نفي وشبه نفي تدانية يعني ننفي ننهي نستفهام هيت كامل لما ننية بازل لدى اصل اوية واجبة كزيدا تبت منصوب بيت لردا او وقتا امجا نسبك بإلا ددريا بشتك اختلافك بحد طولاني هي رأيك ابن مالك رحمه الله
تصحيح يك أو ترجيح دا أويا كنصبك بخد إلا كدرت بغير إلا نية. وبعد كلام غير موجب ومستثنى بإلا لدوا كلامك وكغير موجب وتنفي يا شبه النفي تدابت بعث منصوب لك ما جاءني أحد إلا زيدا ليرا كان دا أو فعل فاعلة جاءني لقال أحد فعل فاعل ومفعولة حد فاعل كيت لدواوية دو زيدا تلداتيا منصوبه بو أمتي كيد يوم ضلي وإن كان الفصيح هو البدل هرشن إعرابي صحيح بو أنبشا كمستثنى مستثناي تام بيت متصل بيت أم زي مستثنى متصل من قتي شمال نقول مستثنى متصل لقال مستثنى من قتي فرق كي مستثنى ك داخل مستثنى من كبت يعني هيك هيك من جنس يعني هيك هيك بيت آوا بلان أجل لي يجنتون جنس يعني وبيلا مستثنى كي منقطعة جاء لي ركانة دا دي قفر مو أجل تماشى دكي كلامك كلامي تام هيا بوشون كمستثنى منك كأحد نذكر كلاوا أو مشخصة بلان كلامي مثبت نية دي ليرا كندا أفرمي دروستا بمنصوبي لسر استثناء بلين زيدا مستثناء منصوبة بلام وإن كان الفصيح هو البدل لم صورة دا كمستثناء مستثناء تام غير مجبه فصيح أويا دروستر أويا ريكتر أويا كمرفوع به لسر بدل يعني نلين إلا زيدا أي بلينجي ما جاءني أحد إلا زيد بلين زيد بدلي بعض لكل زيد شنك بعض لتي لأحد ألي ركان دا أما صورة الفصيح مثلا ولك مكاني كشا كمفصل تدن أم بحثانا كراونو وأم بحثانا لواقع دا تاوتو كراونو يتر صباح كراو بلان ليرا دا باندازي كورتي كتابك إما دا بيقصبك والمستثناش أو كان برحل تعريفيناك اللي ركان هذا بلا منتهى تعريفك هذا كالهداة داخل من اسمك لدواء اللاوية إخراجي دكي دري دكي لمتعددك يعني الذي عددك لمستثنى منه يك بإلا وبيش الأداة استثناء يعني حكمك بوبيش إلا كهيا أو حكما ناهلي بدواء إلا ببد عادة استثناء وهي مثالك جاي القوم لا زدن حكمك بو قوم هي هاتنا أو حكم بو زيدين أو جاب باري مصبت من فداية لم لا شو ما جاءني حد إلا زيدا استي نفي حكمك دكري نفي هاتن دكري كحكمك لهمكس بلام لولاوا إثباتي أو كهر أو حكمة كان في ذاك الأب وبيج إلا بدو إلا إثبات ذاك الأب إتو هادو صورتك هي هادو شقك هي. أقول الضرب الثالث من ضروب الملحق بالمفعول المستثنى نوع السهم لنوع كان لو نوعانيك ملحقا بمفعول مستثنى وإنما ألحق به لأنه إما فضلة في الكلام أو مفعول في الحقة وبوج زميم بواب مفعول لبر أو مستثنى يوقع فضلي لكلام دا يا مفعول لحقيقة فضل أو كبحث ما نكبت كتشيا دوا تاوبوني كلام دو ركني كلام يا لحقة وقعا مفعولة كما سيتحقق بعيد هذا وكو كمك لما بدواتر أمشت دردك يوت بلا والمستثنى بإلا أو بغير إلا هو المستثنى إما عفو والمستثنى إما بالله أو بغير الله والثاني هو المستثنى إما بما عدا أو بما خلا أو ليس أو لا يكون مستثنى يا بإله يا بغير الله لنا أدوات استثناء دا إلا أم البابا يعني أونديك لسر إلا قصو بحثيو مطلب هيا أوندي لسر بقي قصو بحث مطلب نية جاء والثاني بغير إلا هو المستثنى اسمك كاستثناء دخوا يا بما عدا يا بما خلا يا بليس يا بلا يكون منتهى دبئة وبلين لما عدا ولما خلا دا
اگر امانه بو ادات استثناء بکار بن امانه فعل دبن مستثناك كمنصوب مفعول به امان دبت اي فاعل كان فاعل كان مستتره برحل لچه توانه بو مرجعك كلابيش خوي ورده گيرت بلان مستثناء بليس و بلا يكونو منصوب اوش بلان بم جورا بم قيدا كمستثناك خبر دبه بو ليس و لا يكونو زود شاكا بو چونك ليس و لا يكونو فعلك الافعالي ناقص هدوكيان وقو جان القوم ما عدا زيدا اهم ما خلا زيدا يا جان القوم ليس زيدا تاولتي اسمك هو يتيام ستيل او لا يكون زيدا اسمك هو يتيام ستيل زيدا دي بتسي خبرك دي وذلك واجب النصب تاولي ام نوع استثناء واجب حتما دبي منصوب بو لان هذه الكلمات افعال اضمر فاعلها ام كلمانا فعل فاعل كان ينتدى مقدرة حال بد لا وكو عرزم كدم لا ليس ولا يكون نالين فاعل دالين اسم اسم كان ينتدى مقدرة دوانا كشتر فاعل كان مقدرة والتقدير ما عدا او ما خلا او ليس او لا يكون بعضهم زيدا ام لنا دا ديباته بو بعضك كلا جملي بيشو وردة جيلت جاءني القوم عوايا ليس بعضهم زيدا او اختلاف يكي كالير جي اختلاف كنيا من لشرح جذور دا لبعث المستثنى دا لودا كبحثي يكي ابن هشام توضيح كل من لو مولي دودا وكسي اشتالي بمرازع بيبكات بلا ام اناشتي كش هيا هر اوانيا هر ام كلمة بعضنيا واما بغير وسوا وصانيا مستثنى بغير الا كبمانا نبو بغير دبي بسوا دبي بسواء دبيت وكوتي دليتو جاءني القوم جاءني القوم غير زيد اخويني يعني سوى زيد اتارتي او وقتي سواء زيد اخويني يعني وذلك واجب الجر مستثنى بمس اداتا واجب حتما دبيت بيت مجرور به شو قال لانه مضاف اليه مستثنى كمان دال دال بيت بيت مضاف اليه مضاف ليش مجروره واما بحاشا وخلا وعدا ولا سيما يا مستثنى بغير الا بحاشا وبخلا وبعدا بلا سيما دبيت وكجان القوم توليتي حاشا زيدا منصوبه خلا زيدا منصوبه عدا زيدا منصوبه لا سيما زيدا منصوبه بلا وهذا يجوز في النوع العربي للا سيما دا انواع اقسام اعراب درسته اما في حاشا وعدا وخلا لس يكاني كده حاشا وخلا وعدا فالرفع على الفاعليه بناء على انها افعال لازمه لتواني بلين جاءني القوم حاشا زيد بلين حاشا وخلا وعدا اسمي دو اخوان بمرفوع خونين بناء لسر امانه فعلي لازم ما بدا كانت مفعوله كان كاما براسي ضعيفه والنصب على المفعولية بناء على أنها قد استعملت متعدية نصب أتوان بدين باسم دو أخوي دو أم سيفعلا دو حاشا وخلا وعدا بناء لسلو كمفعول أو اسم دو أي وبناء لسلو كأم فعلانش بمتعدي بكار جيراون شوك يقال دو حاشاك وعداك وخلاق أي تجاوزك آه. والجر بناء على أنها حروف الجر البته من او اختك كتم وهذا او هذا نا بولا سيمانات يتوعفو هذا بو مجموعي مثل بك يتوع مصصنا بحاشا وبخلا وبعدا وبلا سيما انواع اعرابي تدرس اما الرفع او النصب جرج بتي بناء على كما نسل حرف زر ديك حرف زر بن اسمك مجرد كما لا هرب مصصنا بلا واما في لا سيما امانا الرفع او النصب وجران يكتو جهيبو بلا الرفع او النصب وجري بلين لا سيما كدي داب اسمي دو اخوي لكن امانا هم خانينية اوان مرفوم النظر فعل اما ام بجورج كيا واما في لا سيما اما رفع لا اسمي دو لا سيما دا فالرفع على انها انه مركب من لا وسي وما مبنية لسلوي كرفع اسمك ككاكا او لا سيما مركبة لسيشت جادي قدك لا دو سيا سيما وصية بمعنى المثل تقولتي سيا بمعنى مثل وأصله سوي تقولتي
بسكون الواوي بسكوني واوك فقلبت الواو يا أن قلبي واو دكري بيه دكري بدو قاعدة بيت يق واو ساكن ما قبل الموصول قلبك لي بيا أم زي لا يا دغم دكريت يا بم قاعدة كواو يا لكلمة كوب وصابق لو ساكن قلبي واو كلي بيا ويا لا يا دغم دكريت دكري دوش بيت ودغمت فيه أم زي واو واو ككلا بيا يا لا يا دغم كلا اتبو بسية أو كاتا فيكون ما بمعنى شيء يا بمعنى شيء آوى ما بمعنى شيء دب يعني نكري موصوفة دبت جملة دواخوي دبتا صفة بو ماكا يعني أصلا ماكا تدبت موصولة دبت آوى أو قصش هي وأضيف إليه سية بلو ماكا لفظ سية إضافة ذكرت زود ساكن أو الرفع بنا لسر أو يك مركبة لمعنى كمركبة ألمانة ويكون زيد أو تكذا لين جاءني القوم لا سيما زيدون زيد كمرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف بنا لسر أو خبر بو مبتدأ كمبتدأ كتيا محذوفة كتيا كهوية تولي والتقدير جاءني القوم لا مثل شيء هو زيد حاتن بلايمن أو خلقانا وكو هشتاق ندسون كوي وكو هشتاق ندسون شيبو زيد بو. يعني أولا قال قومين أبو والنصب على أن لا سيما كلمة واحدة بمعنى إلا نصب بلاي جاء القوم لا سيما زيدا تاولي بنا لسر أويا ك يكلمي تنهاية بمعنى تبعنا إلا يا يعني حكم الله يبودك لي بس فما بعدها مستثنى ما بعدك شو حكمي مستثنى يبودك لي أما قصي عموم علماء بلام أويك أم لي لدى مثالك هنا وتواني دل لا سيما زيدا ويا لمغني دا ابن هشام رحمه الله دا فرمي من صبوني اسمي معرفة كمستثنى بولد ولا سيما به جمهور علماء بچن دليل رديان كله توا رأي بوچوني هنده لعلماء كي جازي اشتان داوا جمهور علماء بوشتا رازينين اوشتا بابزانين زود شاك او رفع خبر بتلاشي مهزوف اسمك كلد ولا سيما ودين نسبكش بنا لسلوية ككلمية بمعنى إلا ما عودك شي مستثنى والجر على أنما زائدة والسيا مضاف إلى زيد أو كاتا جرشك بلي جاءني القوم لا سيما زيد بنا لسلوية كما كزائدة سيا مضافة بلو زيد سيجبوت مضاف إليه بلان وأظانم أب توجيه توجيه كي زود دروز نبيت بو چونك إقحام اشتيك يعني اشتيك ببارة بين مضاف ومضاف إليه و والله الله أعلم اشتيك ضعيفة مضاف ومضاف إليه وكو يك كلمة داتن اشتيك ببارة بين يانا و يتعلم زو قصي تاشي لنا لو موليده دا جاوبو يا أمتيكا خو من بهر حال تماشاك تير مفصلة كان آئستي للذهن دانية داخوت شيان فرموا زور ما تاريب خوبا زين دادي امشتاها لزين دانا من يتو براسي زور شد دخوينواني هر هلا جيري او همشتايا بلان زاهيلا او كشتيق لبيني مضاف مضاف إليها ديت زعيفة او تسيا مضافة لبيني دا ما هي او اختا انا هيا لأدبياتا نالمنية قربان هيو اشكال نية لبونك ايدا بلان إشكالي شمني لو ده كواز ضعيفة ما جروا استثناءك ولا سيما بكر هنا بالعوا يعني أما وردان استثناءك اللي بيقول بده أما وردة ضعيفة هنا وضعيفة وكاتا وأذا نمزة مخشرية يعيش شكل شارحيني مفصلة بس لا سيما قصيك أكاو من بو بكوتاي قصك أو كوتاي درسك إعلامك مو شو كوالا زورة دمها ليك درسه أخوي تبارك وتعالى بيكا
مستثنات او كانوا زياتر جبروي نقطه الشاشه ما نابه وهاتوين اخري منصوباتيش كخوي جودا توفيقتا هروا بم روالو روتيا ان شاء الله الرحمن بروي ارزي براي خوم كم يا زمخشري يا شكل شارحيني مفصلا على لا سيما بلا داتي سسنا بلا دلي لش وكو إلانية مثلا إلا بو هنو عم مستثناء بكاردي بلا دلي مستثناء بلا سيما لشوين كا أوجي عظمات لمستثناء كذا ببيت أوجي عظمات لمستثناء كذا ببيت جاء أم جاتو بلا سيما دين استثناء لك أما أقر نوعي استثناء كنوعي استثناء كعادي بو تو صرف نظر دکی لواکه بچی بلا سیما مستثنیک لخوای گوره دا پارین و کخوای گوره توفیق به هر همو لایک منده و هم توفیقی بندگی من پی عطاکا و هم توفیقی وکا بتوانین اوی که باش و چاکا خوای گوره توفیق منده بو انجام دانی اوشتانو و خوای پروردگار توفیق منده فیری ام علم ببینو واقعا خوي رب العالمين بممكات أبزارك بفهم القرآن والسنة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.